العديد من المتغيرات فرضتها الجائحة على كرة القدم الوطنية، ومنها أن الدوري سيستمر إلى غاية 13 سبتمبر، معناه أن اللاعبين مفروض عليهم يلعبوا في الصيف. باش تيبان لك اللاعب المغربي قادر على التعامل مع هذه المتغيرات. وكنعتقد على أنه هذه أولى سابقة في تاريخ كرة القدم المغربية ولا الدولية، لأنه حتى اللاعبين الأوروبيين اللي شفنا ولا جميع يعني جميع اختار على انه هذه مساله سابقه وما كانش في الحسبان. انما ما هو الحل هو انه المسؤولين على الشان الرياضي على انهم تريتوا، وكانت قرار كنعتقد انه صائب، لانه كانت واحد اللجنه متخصصه متكونه من وزاره الصحه، وزاره الداخليه، وزاره الشباب والرياضه، يعني القطاع الوصي، وكذلك الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ودرسات الملف من جميع الجوانب ديالو، وارتأوا المسؤولين على ان البطوله خصها ترجع. كيف كنت كنادي كذلك انا، لانه شحال ما وقفنا لابد ان نرجع للغمار البطوله والعمل ديال اللي كيديروا اللي مخول لنا لاعبين مسؤولين، حتى الجماهير اشتقت انها تشوف. مع الاسف ان حتى البطوله دي تلعب بدون جماهير، ولكن دائما غادي يكون داك التتبع عن كتاب ديال الجماهير ديال الفرق ديالها. وكنعتقد على اننا خصنا ناخذوا بعين الاعتبار هذا القرار، اللي هو اولا كان القرار اللي انا كنحيي اولا الرياضي الاول جلاله الملك محمد السادس نصره الله، لانه هو كان بداك الرؤيه الثاقبه ديالو، بداك الاشياء اللي عطاه الله من ذكاء، ومن انه كان صائب انه دار ذاك الكونفينمون بور لو بوبل ماروكا، واللي جعل على انه يكون درس بالنسبه ومثال بالنسبه لجميع الاقطار العربيه والاسلاميه والافريقيه، وكذلك وحتى على الصعيد الاوروبي، لانه شفنا اكبر الدول على الصعيد العالمي انهم كيفاش خداو مساكن يعني الوباء بواحد النسبه كبيره، لان كنشوفوا ولا امريكا ولا كنشوفوا دول اللي عظمى، واللي ايطاليا ولا فرنسا ولا. فهنيئا لنا بالرياضي الاول جلاله الملك محمد السادس نصره الله، وتبعوه يعني قلت لك هذه اللجنه، لانهم درسوا المسائل وخداو القرار في الوقت الصائب، لانه الان ما علينا اننا نباشروا البطوله، وانت تشوف ان احنا قدم وساق في الاستعدادات، لان الاستعدادات تكون استثنائيه ماشي استعدادات، لانه جلسوا اللاعبين كثير، جلسوا اكثر من 3 شهور. اذا هنا الاطر التقنيه الوطنيه خصها تكون على بينه من الوقائع، وانها تدير واحد بريباراسيون فونسيير سوا ديزون فونسيير، اللي هي توازي بشكل علمي وبشكل اكاديمي وبشكل هذاك، باش توازي المسائل اللي خصها تحترم، باش اللاعب يكون جاهز. ما يكونش جاهز 100% فعلا، انما غادي يكون جاهز بواحد النسبه مئويه ديبوندامون ديال التعامل ديال المدرب وديال السطاف تكنيكو ميديكال ديال الفرق الوطنيه مع هاد الخاصيه ومع هاد الاشياء. وكنعتقد هذا هو بالنسبه للسي عبد الهادي، باش ما يكون شيء كذلك، باش ما يكون شيء، لانه شنو هو الاساس؟ الاساس في هذه المعادله كامله هو انه تجي الوتيره ديال البطوله، وتجي بواحد الشكل تدريجي، لانه حتى لا فورم ما تكونش في الدورات الاولى، انما غادي تكون بشكل تدريجي. وناخذوا بالمعطى الاول هو انه راه غادي تلعب في جو حار جدا، لانه غادي يكون في لو بيك نتاع الحراره في المغرب. وكذلك على ان ديزيتراتاسيون لازم كنا ناخذوها بعين الاعتبار على اللاعبين، وكذلك لاننا نحافظوا على الطراوه البدنيه ديالهم، وما يكونوش دي بليسيو، لانه تعرف لاري لا ستاز لاري qui a duré plus de 3 mois, c'est difficile pour la reprise, que ce soit des entraînements. On a dit qu'on a fait une moitié de la journée,
وابتداء من الاسبوع المقبل تكون عندنا اون فا هذا اونتر اي جورني حصه واي جورني جوج حصص تقويه العضلات وكذلك نرجعوا الطراوه اللي خصها ترجع ونشوفوا لي روبير تكنيك وتكتيك اللاعبين واشياء كثيره. وكذلك هذه السيمانه الثالثه غادي تكون مخصصه كذلك لبعض المقابلات الاعداديه لان باش نشوفوا حتى اللاعبين افيك لو توب اورغانيزاسيونيل اللي كي كل فلسفه المدرب كيفاش اللي يديرها. وكذلك انه يديروا اللاعبين بواحد لادفيرسيتي اللي هي ريال لادفيرسيتي ريال يعني لادفيرسير لانه الخصومه الخصم يكون ريال دونك خصنا لابد دي ماتش اميكو. وهنا كان انا مازال بين قوسين كنشوف واش هل من الامكان ديالنا اننا نجري واحد تربوس اعدادي سواء يكون خارج مدينه اسفي باش نلقاو لي ماتش اميكو بزاف او لا نديروها نيت الى كان هذاك شوفوا اما في النواحي البيضاء او لا لان كاين فروق كثيره او لا في نواحي اكادير ان كاين فروق كثيره كذلك واما نبقاو كاريمون في اسفي ونحاولوا اننا نبقاو نخرجوا نديروا مقابلات اعداديه او لا نستضفوا لانه لابد من مقابله اعداديه فهي كي فابو فيني لو ترافاي اللي هو في خضم انه نعملوه هذا هو الاساس. السي عبد الهادي كاين بزاف اللي كانوا مع موسم ابيض في البطوله انت السي عبد الهادي شنو تيبان؟ كنعتقد موسم ابيض فهو غادي شنو غادي نقول لك كنعتقد القرار الصائب اتخذ بكل صدق قرار صائب اتخذ من طرف الاجهزه كي قلت لك الوصيه على كره القدم والمسائل الصائبه اللي تخدات فانا عاود كنعاودها هو الموقف ديال جلاله الملك نصره الله لانه كان سباق اشياء اللي ما عرفوا القيمه ديالها الدول العظمى حتى كان هذا نوتر روا اللي تي لو برومي ا ديسيدي في الوباء وهذا تبين بجلاء هاد القرار النير والقرار الجريء اللي اتخذ اللي عطى مفعول فيما يخص الصحه لانه الصحه ديال الانسان هو الاساس فما حتى شي حاجه ما هي فوق صحه الانسان وفوق الحياه ديال المواطنين فمشكور فلينا ليا الف قبله لسيدنا على هذا الاثر وتبعوه الاجهزه الوصيه وتبعوه لهذا الشان الرياضي وهنا الان احنا غنمشيو بطرق متدرجه وفي اي وقت كان لابد ان خصنا نبداو اذا الوقت الصائب لو مومون بروبيس هو هذا نبداو بشكل تدريجي باش نركزوا على الاشياء اللي هي داخله في صميم العمل ديالنا ونعطيوها للاعبين لان هذاك هو العمل ديالهم يبقاو بدون عمل اكثر 3 شهور 4 شهور اكثر لا يمكن لابد انه الحاله العاديه ترجع تدريجيا الحمد لله وبدون ما يكونوا دي كونسيكونس لي موفيز هذا شيء باش اننا الان باش البطوله كانت اما توقف وتبدا بطوله السنه القادمه فكنعتقد كاين فروق اللي كانت غادي تضرر كاين فروق اللي لعبه على البطوله الوطنيه كاين فروق اللي عندها مؤجلات كاين فروق اللي لعبه على الانتحار باش ما تمشيش للدوزيام ديفيزيون باش تمشيش للدوزيام ديفيزيون كاين فروق اللي اون دوزيام ديفيزيون اللي كي زاسبير يعني يطلعوا للدرجه الاولى اذا هادو كلهم اللي اشتغل واللي اجتهد في ذاك لي دو تيير ديال الشامبيونا اللي داز لان دو تيير اللي داز ان تيير بليز او موان هادو كلهم كنا نضربوا بعين عرض الحائط ذاك المجهودات اللي تدارت اذا هذا العدل هو هذا العدل هو انك تجازي الفروق اللي اشتغلات واللي اجتهدات واللي لان عندنا ما نشوفوش شنو هو الفوتبول بوركوا نجو الفوتبول ليشون ناسيونال باش الرايه الوطنيه ديالنا تكون تخفق عاليا في المحافل الدوليه اذا حنا كنلعبوا على الصعيد الوطني هنا باش انه الفروق ديال الدرجه الاولى تمتنا احسن تمثيل في المسابقات الافريقيه اذا لابد انك تكافئ ذاك الفروق اللي تستاهل تمشي لك الفروق لا كاف ولا الشامبيونز ليغ ولا لا كوب محمد السيس اللي كاينه فيها الرجاء البيضاوي
وهنا كنبغي ننوه بالعمل اللي كيدار الحمد لله، وكذلك انه بعده فروق الى حسبنا انه خمسه، هو واخا هما اربع فروق ولكن خمسه ديال التمثيليات. ان الرجاء راه في كاس محمد السادس وكذلك الشامبيونز ليغ، لان عندها دو فوتي كيجو سي دو فوتي، الوداد في الشامبيونز ليغ، ايبركان في لاكاف، اي الحسنيه في لاكاف. وكنتمنى اذن هنا عندنا بحال عندنا خمسه تمثيليات، وكذلك المنتخبات الوطنيه لانه كاينه حتى هي راه غادي تجري الامور للمنتخب الوطني المحلي ولا المنتخب الوطني ديالنا الاخر ولا المنتخبات الوطنيه ديال السنيه، ولو انه مازال ما بداو شيء، لانه فعلا هذا حتى هذا من النضج ديال الناس باش ما يبداش كل شيء، لان كتعرف دابا لو ديكونفينمون اي تي بروغريسيف، انت كتشوف حتى هذا كنشتغلوا بواحد الاعداد قليله اللي ما كتفوقش شي خمسه ديال اللاعبين في نص الملعب باش كنشتغلوا، واخا كيزيدنا شويه ديال المشاكل شويه ديال الهم، انما كنحاولوا ان ندير اون سيونس اللي ما نزيغش شي على لو تيم ديالها ولا لا دومينونت، ولكن توت اون ريسبكتون هاد لي نورم دو ديكونفينمون لي نورم ديال 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 الحجر اللي كاين. اذا هذا شيء اذا شيء جيد، شيء جيد، شيء جيد سي عبد السعدادي. واش بالنسبه لك انت توقف بسبب الجائحه واش ما كانش بالنسبه لك فرصه، وخاصه عاد تعاقدتي مع فريق اولمبيك اسفي، فرصه للتعرف اكثر على اللاعبين وتخدم في اريحيه؟ لا كنعتقد بالعكس، لا هو هو بحال بالعكس، لانه واخا تعرفت عليهم انا بقيت كنشتغلوا بالفيديو، الفيديو لي فيديو كونفرنس، كنديروا لي فيديو كونفرنس، كنديروا ترافاي بار فيديو في خلال هذه المده كلها ما ارتحيت شيء. الهاجس زاد ليا بالعكس، ملي كيكون اللاعب قدام عينيك وكتشتغل معاه او كوتيديان، فكنربح الوقت اكثر بانني انا نكون كنشتغل معاه عبر جهاز ديال عن بعد. اذا حتى باش كتعرف اللاعب، اللاعب اللي كتفرج فيه، تفرج في بايرن ميونيك ولا تفرج في لاجاكس امستردام ولا تفرج في هذاك، راه كتعرف شكون هو ميسي وكتعرف شكون هو كريستيانو رونالدو كتعرف، ولكن واش كتعرفوا عن كتاب؟ واش تعرفوا عن كتاب خصو يكون لو كونتاكت، خصك تدربو، خصك يعرف عقليتك وتعرف عقليتو، يعرف لا ريغور اللي كتبغي انت، لاك جو سوي ريغورو في لو ترافاي، دونك هاد المسائل كلها هي فعلا اشتغلنا، حاولت ناخذ لو ماكسيموم باش ان اللاعبين يبقاو، الحمد لله راه اللاعبين صبتهم صبناهم كذلك في حاله جيده من خلال لي تيست كو جي في، لي تيست اللي درنا لهم. لانهم كاين اغلبيه واحد 75% 80% ديال اللاعبين ما خداتش منهم هاد التوقف وهاد الجائحه بشكل كبير، الا ما قلتش على انه خدات منهم شيئا ما، ما زادوا شي لو بوا بزاف او لا، انما داك لي سونساسيون كينيستيزيك مع البالون داك الاشياء والعمل في الجامع في القالب الجماعي ديالو الاشياء اللي كنبغيو، الفلسفه اللي باغي نبلور، هي بالعكس هي ضعفتني ماشي زادتني. الان انا ديال ربح خصني نربح الوقت، خصني نجري وراء دو ارانا باين في ان واحد باش ناخذ الافوا انكولكي لا فيلوزوفي دو جو ديالي، واللاعبين خصهم يهضموها ويجرعوها ويجروها يجروها مزيان، لان انا جو سوي تري ريغورو لاسو. دونك هنا شويه الوقت زحمني اكثر، لو كنا لعبنا البطوله وكنا هذاك الشيء كان يسهل عليا اكثر، انني في هذا الوقت فاش كنديروا انا وياك دابا الاستجواب سي لطيف، على ان غادي نكون قطعت واحد القشواط كبيره مع اللاعبين. دابا الان يلاه بحال دائما في هذا الجانب، سيرتو الجانب تكنيكو تاكتيك والجانب هذاك، لان لا شيء يوازي هذا لا كومبيتيسيون، حتى حاجه ما تواجه، تو بو تونتريني 1000 فوا تو نو بو سا نو دون با لو ريزولتا كوم دون لا بيرفورمانس تو نو لوبتياندرا با سي il n'y a pas la compétition réelle. هذا هو الاساس. سعد هذه كلمه اخيره للجمهور اولمبيك. في قلبي ومن اجله جيت، ونتمنى الله نعطيه داك الشيء اللي منتظر منا، وبمعيه معيتكم نتوما، معيه المسؤولين، معيه اللاعبين، الاطر التقنيه والطبيه، كل شيء في خدمه الكرات المسفيويه والساكنه الاسفي دائما كتبقى في قلبي.